سجدت ليسوع سجدت لكروه، وأعلنت كان إيماني. فعلا السجدة الروحية، أعلنت إيماني بالظبط. ده كان من سنة، من سنة، شهر 12 السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت، شهر بس 12 لسه، بس لسه ما اتعمدتيش. لسه ما اتعمدتش. ساعتها كلمت ناس وقلت لهم انا عايزه اتعمد. الناس اللي كانوا يعني لما بقول لهم ان انا بقرا وبعرف كانوا بيشجعوني، قالوا لي احنا بس بنشجعك ان انت قبل ما تتعمدي تتلمذي، يعني تعرفي كلام طيب اكتر طيب وتعرفي اكتر عن المسيح خلاص، وتروحي تصلي. احنا ف هيتم تعميدك مع على يد ابونا البطل اللي بيعمد لنا، ايه رايك؟ ايوه طبعا، امين يعني، مستعده مستنيه ابونا؟ ابونا مستعده. انت بتسمعني؟ ابونا انت بتسمعني؟ ها ايوه بتسمعني يا ابونا، ابونا البطل. قعدت بقى، قعدت اقرا وافهم يعني ايه تعميد، تمام. ويعني ايه صيامه، ويعني ايه حياه، كل حاجه بقى بدات اقرا وافهم فيها. مفيش كلمه. قريت الإنجيل؟ عندي قريت إيه الفرق بقى بين ده وده؟ شفت إيه المتعة؟ الفرق. الفرق طبعا، انا بحس ان انا بقعد يعني بروح السماء، بحس ان انا في عالم تاني. الله الله. وبعدين كل كلمه فيه، كل كلمه بقراها بحس ان انا يعني بتغذى، زي ما يكون في غذاء لروحي. الله. الغذاء زي ما جسمنا نفسه بيتغذى لما بناكل اكل بيغذي جسمنا، الروح برضو محتاجه غذاء، مجدا فروحي للمسيح. بحس انها بتشبع. انا كنت زمان كنت حاسه ان انا عايشه في الحياه مش شبعانه، مع ان عندي كل حاجه، كل حاجه الحمد لله عندي، لكن زي ما يكون في فراغ كبير قوي يعني مش شبعان. عندك كل حاجة وحاسة إنك جعانة وعطشانة وفقرانة ومحتاجة حاجات كبيرة. إديها لك بالظبط يسوع، إديها لك يسوع. بالظبط بالظبط، الله شبعني شبعني، شبعك. ما هو وحده وحده بس هو اللي يشبع. لأن هو ما فيش العالم ما يشبعش. اتفضلي. العالم فعلا ما بيدينيش المشاعر دي بالكرم ده. وبرده عمر ما اي انسان هيقدر يدي اللي المسيح بيديه. المسيح بيكرمك، المسيح فعلا يعني بيقول لك انت اللي مسك اكنه مس حدقة عيني، يعني يعني انت انا بس خليني اقول للناس انك انت عندك شقتك الفاخره، عربيتك، شغلك، ومع الحمد لله كده الحياه المرفهه دي ما كنتش سعيده، ما ما كنتش كنتش سعيدة فرحانه، ما كنت خالص. حاسه انك جعانه وعطشانه ومحتاجه حب ومحتاجه قلب ومحتاجه علاقه خاصه برب عظيم جميل ياخدك في حضن. لقيت كل ده مع يسوع. بالظبط، ده حقيقي مجدا لك يا يسوع. فعلا فعلا. كنت مستغربة ازاي ان الواحد يبقى عنده كل حاجة وحاسس انه ناقصه حاجات كتير قوي، لغاية ما عرفت حسيت السر، عرفت عرفت السر. السر، عرفت السر يا رب فعلا. يسوع. قصة الشاة اللي بتضل الطريق، وان الراعي الصالح بيدور عليها لغاية ما يلاقيها ويرجع يرجعها تاني للمكان الحظيرة، أثرت فيا قوي، حسستني ان انا فعلا كنت الشاة الضايعة التايهة دي. يا انا كنت سلام، تايهه ومعرفش، مش عارفه مين هيلاقيني، كنت مبروك عماله دايما. مبروك يا دكتورة ياسمين. الحب اللي شكرا. لقيتيه، القلب اللي لقيتيه، الحنان اللي ايوه دورتي عليه والتقيتي بيه، الأب الحمد لله. الحنين الحلو ايوه اللي احتضنك، بعت له جواب قال لك حاضر. وكل يوم كل يوم بيعلمني، كل يوم بيعلمني حاجه جديده، هو وكلامه ما بنفسه. بيخلصش، كلامه عمره ما هيخلص، كل يوم كلامه بيشبعني اكتر انت استسلمت لي بقى خلاص. خلاص. وبعدين الترانيم، بس ترانيم الصلاه كل يوم دي بتحييني، بتديني حياه. انا بحس ان انا قبل ما اصلي، قبل ما اسمع الترانيم، الدنيا دي ملهاش لازمه كده، الدنيا ضلمه قوي. اول ما اسمع الترانيم واصلي الدنيا بتنور. ايه الترنيمة اللي عجبتك كتير قوي. شفت وبتأثر فيك؟ أول ترنيمة جابتني للمسيح، أول ترنيمة اللي هي قلبا نقيا أخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. تعرفي تقوليها حتة صغيرة منها كده؟ وفي ترنيمة تانية بتعبر عن حكايتي. طيب قولي الأول دي وبعدين نقول التانية، يلا. هقول لك التانية،
تفضلي قولي اللي انت عايزاه. ماشي. تفضلي. أغنيها ولا أقولها؟ لا غنيها، غنيها احسن. لما عرفت غير كل معاني حياتي، ولقيته مخطط لي الآتي. أول كوبليه في الأغنية دي أو الترنيمة دي غير كل معاني حياتي، الله دي بتعبر عني أنا. لما عظيم. عرفته غير كل معاني حياتي، الله هو فعلا كل معنى في حياتي اتغير، كل حاجة شايفاها ضلمة بقت نور. انت عارفه، ولقيت شايف، شايف فيكي فرح غير عادي، طبعا شايف فيكي. نقول الفرح ده للعالم، يا عالم فرح. يا حزين يا غلبان يا اللي عندك دي تعالى تعالى لمصدر الفرح، تعالى افرح، تعالى افرح. افرح واقول ايضا افرحوا. ايوه سيبنا يعني سيبنا اللي كان بيقول ولا تفرح ان الله لا يحب الفرحين.